الفريق اللي يدخل للمباراه ومركز على المباراه ويريد المباراه ياخذ المباراه، مو اللي يريد يدخل وملتهي بالنشيد الوطني يردده لو ما يردده. وتعرف مش حلو اذا يعني نشيدك وانت بلادي، يعني ما بك تبديل، يعني بلادي مثل المنتخب السعودي، مثل المنتخب الياباني، فاز على بلاده، هم حلو تردد نشيدك وتقدم كرة قدم. انت شاتا لا تشتري، لا انت ما تبجيل. لا انت ما عرفتني وين وين اروح. لا 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 لا، ما انا ما راح بهذا، ما راح بهذا الاتجاه. صارت ازمه على النشيد الوطني الايراني. نعم نردد لو ما نردد تختلف. اللاعبون الايرانيين كلهم ايرانيون. صحيح انا ولكن تختلف. أنا يعني انا يعني اسجل عتبي، انا لست معنيا بايران، لا اسجل عتبي. يا اخي انت عندك تحفظات على حكومتك على قضايا وحد. لا لا انا كره القدم. نعم افتهم شلون انت تمثل المنتخب اللي ست مرات لعب بالكاس. ابو علي انت العب لنفسك. انت انسى حاليا، انت انسى كل شيء. انت داخل بالملعب امامك مهمه، مهمه تمثيل وطن، سمعة وطن. أنا إيش ما يكون كلمات النشيد الوطني قديما وحديثا. نعم. يمكن أنا سألو تقول لي ردد لي النشيد الوطني العراقي بزمن عبد الكريم قاسم أقرأك إياه. نعم. تقول لي الورع عبد الكريم قاسم مال عناي جيت الدارك هم أرددك إياه. نعم. وطن مد على لفق جناحه هم أرددك إياه هم حافظه. موطني. موطني حافظ. إذن هو يرتبط بالوطن وليس بالحكومات. ليش أنا أدخل ومو في بالي أردد؟ ليش؟ تم علي شلون؟ أنا أريد أركز على المباراة، مو أركز على اليمن، على على المنتخب الألماني. وين كان مركز؟ هسه راح نمو، مو هذا تقريرك لو يطلعون لنا تقرير نرجع لهم. لا نرجع خلينا على كوريا. يلا روح.